ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا مع بعض النهارده نعمل كيكه النايتي، محشيه مربى فراوله، ريحتها تجنن، طريقتها سهله جدا جدا جدا، هتعجبكم جدا 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 وهتعجب الولاد. تابعوا معايا الفيديو علشان تشوفوا احنا عملنا كيكه الحلوه الطعمه دي ازاي. خليكم معايا. تعالوا مع بعض نشوف مكونات كيكة النايتي. معايا دول كوبايتين من الدقيق، دول منخولين. معايا هنا 3 بيضات بدرجة حرارة الغرفة. معايا هنا 1/4 كوباية سكر. انا حاطة 1/4 كوباية سكر عشان انا حاطة هنا 4 معالق من المربى عشان ما تبقاش مسكرة قوي. معايا هنا برضو 1/4 كوباية من اللبن. معايا هنا 1 معلقة صغيرة من الخل. معايا 1 معلقة كبيرة من البيكنج باودر، وبعدين في بيض هناخد 1/2 معلقة صغيرة من الفانيليا السايلة. معايا هنا دول 150 جرام من الزبدة بدرجة حرارة المطبخ. لو ما عندناش ميزان نوزن 150 جرام، هنحط 1/4 كوباية من الزبدة، والزبدة هنا ضروري جدا في الوصفة بتاعتنا. مكونات الكيك بتاعنا النهاردة لازم كلها تبقى في درجة حرارة المطبخ، البيض او اللبن او الزبدة. تعالوا نبتدي مع بعض الوصفة بتاعتنا او الكيك بتاعت النايتي بتاعتنا. اول حاجة هنا عملناها جبنا قالب مقاس 22 ودهناه بالزبدة او بالسمنة وبطناه بالدقيق، يبقى مقاس القالب هنا 22. دايما قبل ما بنبتدي اي كيك بنبتدي نولع الفرن علشان يسخن على بال ما نخلص الكيك بتاعتنا ونشتغل على الكيك ونحطها في فرن سخنة. اول حاجة هحطها هي الزبدة، هقلبها الاول مع السكر. دول 1/4 كوباية، ولو احنا عندنا ميزان يبقوا 150 جرام. تمام، ننزل كل اللي فيها، ويدي 1/4 كوباية من السكر، والسكر هنا اللي هو الحبيبات العادي الابيض، بس مش حبيبات تخينة، لا الحبيبات ناعمة بس مش سكر مطحون. تمام، هشغل عليهم المضرب، هديهم كده الاول تقليبة خفيفة علشان السكر بتاعي ما يطرش، وبعدين هشتغل بالمضرب. انا هنا ضربت الزبدة مع السكر لغاية ما يمتزجوا كده مع بعض، وبعد كده هحط الـ3 بيضات. انا ضربت مدة قد ايه؟ ضربت مدة 2 دقيقة بالظبط. هبتدي انزل بقى بالبيض، 3 بيضات قلنا بدرجة حرارة المطبخ، مش هنستعمل اي حاجة خارجة من التلاجة. وهبتدي كمان احط الفانيليا 1/2 معلقة صغيرة من الفانيليا السايلة، مش متواجدة هنحط 3 اكياس من الفانيليا الباودر. هدي ضربة 2 دقيقة كده برضو لغاية ما المكونات تمتزج مع بعض، وبعد كده نشوف هنعمل ايه. ضربت لمدة 2 دقيقة البيض مع الفانيليا، هبتدي انزل بيه 1/4 كوباية من اللبن، برضو هضرب 2 دقيقة وارجع مع بعض. هبتدي انزل بيه 1 معلقة الخل الصغيرة، ودي علشان لو في اي زفارة في البيض هي هتضيعها، برضو هضربهم دقيقة وارجع لكم. هبتدي بقى هنا انزل بيه الدقيق والبيكنج باودر، هحط الدقيق على 2 مرحلة، ومعانا 1 معلقة كبيرة من البيكنج باودر، وكمان ما ننساش رشة بسيطة خالص من الملح علشان الطعم معانا يتظبط. هضربهم وارجع لكم. هنزل بباقي كمية الدقيق وهضرب الخليط تاني. انا هنا ضربت الكيك خلاص، هبتدي انزل بقى اللي على الجناب بحيث ما يبقاش فيه اي دقيق يعني مكلكع كده من الجنب اهو، وبعدين نجيب القالب ونصب فيه الكيك.
وادي معايا القالب مقاس 22 اللي هو مفرغ من النص. ده قالب سيليكون كنت جايباه من صفحة حطيتلكوا اللينك بتاعها، وكنت جايبة حاجات من نفس الصفحة دي في فيديو المشتريات. هنزل نص كمية الكيك، لو انتوا حاسين ان الكيك تقيلة شوية ممكن تزودوا شوية لبن، ولو حاسين ان السوائل فيها زيادة تقدروا تحطوا دقيق اكتر. انا هنا حطيت نص كمية الكيك، هبتدي اساوي كده الكيك بتاعتي جوه القالب، نحط شوية كمان. زي ما قلنا ده قالب مقاس 22، حطينا نص كمية الكيك. هبتدي بقى اوزع المربى، مربة الفراولة دي احنا كنا عملناها مع بعض قبل كده لما جينا خزننا الفراولة، حطولكوا برضو اللينك بتاعها في صندوق الوصف. دول 4 معالق، هبتدي ان انا اوزعهم كده، هحطهم في نص القالب علشان ما يطلعوش لبره ويلزقوا في الصينية. لو اهو كده وزعناهم، الكيكة دي حلوة جدا هتعجبكم جدا، هتعجب الولاد قوي قوي قوي. كده حطينا نص كمية الكيك، وبعدين حطينا المربى، وتقدروا تستخدموا اي نوع مربى انتوا بتحبوه. وبعدين هنبتدي ننزل بقى بباقي خليط الكيك على المربى. فاكرين زي ما عملنا في كيك السينابون، حطينا القرفة او الحشوة في النص، وبعد كده رجعنا كملنا عليها باقي خليط الكيك. هنوزع كده ونساوي ونغطي الطبقة بتاعت المربى كلها، ومتفقين من الاول احنا مشغلين الفرن من قبل ما نشتغل في الكيك. هظبط الكيك بتاعي في القالب وهسويه كده، وهدخله في الفرن السخنة من قبل ما نشتغل، يعني هيقعد ساعة الا ربع تقريبا، مش هنفتح عليه او مش هنختبره قبل نص ساعة. تمام كده، انا عشان قالب سيليكون حطاه في صينية، ممكن تستخدموا اي قالب بتاع فرن عادي او صينية فرن عادية، مش شرط تحطوها جوه. انا هدخله دلوقتي الفرن ولما تطلع هوريها لكم. دي الكيك بتاعتنا بعد ما طلعت من الفرن، اختبرناها بخلة الشيش تاووك اهي، طالعة نظيفة ما فيهاش اي حاجة، كده استوت تمام واخدة لون حلو قوي. هسيبها لما تبرد خالص وبعدين نطلعها من القالب ونقطعها. وادي معايا كيكة النايتي، انا سبتها لما هديت وبردت شوية، وتعالوا مع بعض كده نقطعها. عايزة اقول لكم هي طرية جدا، حلوة جدا جدا، ريحتها تجنن بجد، لازم تجربوها، هتعجبكم هتعجب الولاد قوي قوي. تعالوا بقى نشوف كده شكلها من جوه عامل ازاي، بصوا بجد تحفة، حلوة قوي 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 قوي، يعني انا بجد عجباني جدا جدا جدا. ادي شكلها من جوه زي ما بنجيب الكيك النايتي بالواحدة كده، لا احنا عملنا اهو يعني كمية حلوة نقدر نفطر بيها الصبح مع كوباية شاي مع كوباية لبن، هتعجب الولاد جدا. السكر بتاعها معقول، اتمنى تجربوها بجد، وصفة حلوة قوي وهتعجبكم. مستنية طبعا تشجيعكم، مستنية اللايك بتاعكم، ومستنية اقتراحاتكم للقناة. استنوني بفيديو جديد، باي باي.